متابعينا متابعي وانتي ان، مرحبا بكم في حلقه جديده وموعد جديد من برنامجنا لو ديبا. لو ديبا اليوم نخصه لتناول موضوع زياده رابعه في اسعار المحروقات، التاثيرات والرسائل. اليوم بشاركنا في النقاش معنا في الاستوديو الاستاذه جنيت بن عبد الله والمختصه المحله في الشان الاقتصادي، مرحبا بك. ان شاء الله يلتحق بنا السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، وباش يكون معنا بالهاتف امين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي. سيدة، لو ننطلق معناتها الزيادة الرابعة على التوالي منذ بداية العام في أسعار المحروقات، على أي أساس تمت هذه الزيادة بحسب رأيك، من أي منطلق يعني؟ نعم، الزيادة هذه منتظرة وهي مبرمجة وهي تندرج في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي اللي انطلقت منذ سنة 2016. بالنسبة يعني نذكروا احنا بالمحاور الأربعة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي، واللي تبنته يعني الدولة التونسية، ولا أقول الحكومة الحالية، تبنته الدولة التونسية باعتبار أن التعهد مع صندوق النقد الدولي يتم بين دولة تونسية وبين الصندوق، وليس بين حكومة والصندوق. وبالتالي وفي إطار يعني ما يسمى بضمان استمرارية الدولة، فإن كل الحكومات اللي تجي تلتزم بهذا التعهد وتنفذه ولا تتراجع عنه، وهذا اللي يوقع عندنا مع حكومة بودن، اللي يعني عديد يعني الأطراف اللي كانت تعتقد أنه بعد حراك 25 جويلية 2021 كانوا يعتقدوا كونه الوضع سيتحسن والمقدرة الشرائية كيف ستتحسن وسيتم القطع مع سياسة الضغوط هذه والإملاءات، ولكن رئيس الجمهورية أعلن في يعني كم مناسبة يقول كونه احنا نضمن استمرارية الدولة، بما يعني أن هذه الحكومة ستتعهد بتنفيذ ما تعهدت به الدولة التونسية مع كل الأطراف يعني الخارجية والجهات يعني المانحة. إذن برنامج الإصلاحات الهيكلية نذكره اللي هو يعتمد على أربع محاور أساسية. المحور الأول هو الالتزام بتجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية، وهذا مشات فيه الدولة التونسية جميع الحكومات اللي جات 2016 إلى اليوم. المحور الثاني يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية ورفع الدعم عن المحروقات. المحور الثالث يتعلق بالترفيع في الضرائب وخاصة الأداء على القيمة المضافة. والمحور الرابع يتعلق بالتفويت في المؤسسات العمومية، والمقصود هنا بالتفويت هو يعني ليس التفويت يعني تخلي أو بيع أصول الدولة و يعني مساهماتها في المنشآت العمومية للقطاع الخاص، ولكن المقصود هنا بالتفويت هو اتباع سياسة المراحل، أي تخلي الدولة عن دعمها لهذه القطاعات، والمواطن حاسس بهكذا السياسة في مستوى قطاع التعليم. قطاع التعليم اليوم ما عادش مجاني. قطاع الصحة هذا كيف اليوم، ولا يعني يقول لكم عندنا مستشفيات عمومية ولكن الخدمات ليست جيدة، طب الاختصاص غير متوفر، تجهيزات متاع الأشعة ومتاع اليرام يعني كيف غير متوفرة، الأدوية غير متوفرة. إذا تخلت الدولة، وهذا هو يعني المقصود بالتفويت، ليس التفويت في الأصل، ولكن تخلي الدولة تدريجيا عن الدعم امتاحها والمساندة المالية امتاحها لهذه القطاعات. رحبوا بالأستاذ الفرياح، عايشك نورين وفي وجودك يا سيدي. نكملوا كونه هذه المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية. إذن هذه الزيادة في أسعار المحروقات هو تعهد الدولة التونسية في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية للتخلي عن أو لرفع الدعم عن المحروقات. وفي البرنامج هذايا ثم ما يسمى بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات. المقصود بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات هو كونه طالما أن هناك تقلبات في الأسعار يعني العالمية، مقارنة هذه الأسعار بسعر مرجعي أو هو
افتراضي تعتمده يعني الحكومة في كل سنة في ميزانية الدولة، طالما أن هناك فارق بين هذا السعر يعني كفرضية والأسعار العالمية، تقبل الحكومة على التعديل. هو علاش تعديل آلي؟ لأنه هو بطريقة يعني وقع ارتفاع الأسعار مباشرة، يعني ما تستحقش الحكومة العودة إلى البرلمان وإلا يلزمها موافقة باش تاخذ يعني الإذن باش ترفع في ولا تعمل مجلس وزاري باش ترفع في سعر المحروقات. هو تعديل آلي، ثم ارتفاع زاد في الأسعار يعني عند الاستهلاك في تونس. إذا هو منتظر، لأنه التعهد هذايا كان في قبل 25 جويلية، كان قبل ولا قبل 2022 كان كل 3 أشهر، وخلاو له سقف يعني ما يتجاوزش السقف هذاك 5%. بعد يعني كي جات يعني الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا تأثير سامحني يعني ولات معاش كل 3 أشهر، ولات كل شهر. هذا التعهد تجاه صندوق النقد الدولي كل شهر. اللي صار كونه بعد 25 جويلية ما وقعش يعني الانضباط لهذا الارتفاع لأسباب يعني سياسية، وسنة 2021 ما شهدتش التواتر هذاك كيف حتى في سنة 2022، وانت ذكرت يعني في البداية كان هو الترفيع يعني الرابع. أما شو جديد المرة هذه؟ احنا متعودين كونه الترفيع يكون في آخر الشهر سي لطفي. المرة هذه يعني جاء في نص الشهر، والتزامن بعد التوقيع مباشرة على اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام. يعني الظاهر يقول كونك أنت يا حكومة أخرقت الاتفاق متاعك أو تعهدك مع صندوق النقد الدولي في عدم المس بالأجور وعدم الترفيع، يعني وكأنك ضربت البند المتعلق بالتجميد في الأجور. نعم أكد ضربت يعني البند هذاك، وبعد نهارين يعني برهنت عن النوايا الحسنة متاعك تجاه صندوق النقد الدولي وليس تجاه المواطنين. هون يلزمنا نفرقوا يعني. راهي هذه الحكومة الأجندة متاعها ما كانتش ما هيش أجندة الشعب التونسي، هي أجندة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة والدول المانحة. طيب نرجعوا إيش معناتها يعني المقاربة هذه وكيفاش يتم تجسيد المقاربة هذه. إذا هذه الزيادة منتظرة في كل شهر، ولكن ما وقعش لأنه وقع استفتاء وثم محطات يعني سياسية ووقع التوظيف السياسي لهذه الآلية. واليوم يقع الاختفاء وراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتم الإعلان عن الزيادة. حاجة أخرى يعني من المفروض كونه عندما تقبل الحكومة على هذه الزيادة تتعالى الأصوات، مش يسبقها، تتعالى الأصوات الوطنية من أجل محاسبة فريق العمل متاع وزارة المالية اللي يعتمد فرضية متاع سعر برميل النفط بعيدة عن الواقع. لأنه يعني حاجة كيف من هكاية ولينا نشوفوها يعني منذ الثورة إلى اليوم، كل الحكومات تتعمد فرضيات ميزانية الدولة بعيدة عن الواقع. اليوم كيف تم اعتماد سعر يعني مرجعي 75 دولار، وكل التقديرات والدراسات وقتها يعني الدولية تشير إلى أنه العالم سيشهد يعني انتعاشة اقتصادية والخروج من جائحة كورونا، لأنه يعني في ديسمبر وإلا نوفمبر 2021 ما كانش تم حرب روسية أوكرانية، ولكن كل المؤشرات كانت تشير أنه ستكون هناك انتعاشة وتزايد الطلب على النفط، بما يعني ارتفاع الأسعار طالما أن
يعني الدول المنتجة والمصدرة لن ترفع في الانتاج باش تحافظ هي بيتها على مداخيلها وعلى يعني توازناتها المالية يعني الداخلية. إذا 75 يعني دولار البرميل كانت بعيدة كل البعد على يعني توقعات العالمية والإساءة اللي يتساءل ما ضير الحكومة أنها تعمل يعني سعر قريب من التوقعات ونهار آخر تعمل يعني مراجعة نحو التخفيض. علاش ديما احنا نمشيو في مراجعة نحو يعني زيادة. اذا انا كنت اتمنى كنت تتعالى الاصوات هوني وتحاسب يعني الناس هذوما. علاش؟ لانه طب بعد نرجع للتداعيات هكذا يعني اجراء لانه راهي الدوله يلزمها تخطط. اذا كان تبقى هي رهن رهينة المستجدات هيك تهزها وهيك تجيبها راهو معناتها كنت ما عندكش رؤية. وهذاك يؤثر على الاستقرار الاقتصادي ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي. وتعرف انت كونه نهار السبت انا شخصيا يعني كيف سمعت بالزيادة يعني ذهلت وذعرت وتقلقت. علاش؟ لانه تداعياتها راهي خطيره وخطيره جدا. علاش تداعياتها خطيره؟ لانه الوضع اليوم الاقتصادي نعيش اليوم حاله ركود تضخمي، ثم ضغوط تضخميه عالميه مسيطره وضغوط تضخميه داخليه وعباره على زيد يعني قاعد تشعل في النار يا دوله. هذه المصيبه كونه الزياده هذه يا دولة قاعدة تشعل في النار راك. وهي شيء الخلفية متاحة طول نرجعوا لها بعد يعني بالتحليل. الخلفية متاحة متاع الحكومة هو هي المقاربة المالية العرجاء البشعة لميزانية الدولة. ديما تنظر لميزانية الدولة من منظور يعني نفقات ومواد وعش ميزانية الدولة. الأبعاد الأخرى يعني الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لي دور الدولة ولدور الميزانية سحبته. نعم. خليت الهجس متاحها الكل يعني أنا راني تو باش نرفع في الأسعار باش نخفف على ميزانية الدولة. نعم. وباش نجم نضغط على عجز ميزانية الدولة وما نقعدش بعيدة على يعني المعايير. نعم. الدولية. إذن ربما هذا هو اللي يفسر يعني الزيادة المتواصلة رغم غيابها يعني غيابها في قانون المالية. لا هي 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 طالما أنا قلت لك هو يندرج في طار برنامج من الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي. انخراط يعني عندك انت عندك بنود تعهدات، عندك برنامج اصلاحات الهيكلية، عندك آلية يعني التعديل الآلي تعهد حتى هذاك. واليوم بمقتضى هذه التعهدات ما تستحقش باش تمشي للبرلمان لا باش تشاور لا عندك يعني هامش التحرك لروحك. وانا قلت لك المقاربة المالية هي مصيبة يعني في تسيير شأن هذه البلاد اللي تخلي التكلفة الاجتماعية والاقتصادية باهظة وباهظة جدا يعني. والخوف ونحللوها يعني تداعياتها. كل الخوف يعني شنو اللي يمنع ان زيادت اخرى يعني في الفترة القادمة؟ ما عادش ثم خوف. لا ما عادش ثم خوف. انت ديما تنتظر كل شهر زيادة ويعملوا يعني وحتى كان ما عملوش كل شهر اعرف راهي زيادة اللي باش تجي باش تاكل اللي وراه يعني باش يضخموها ويعطيوها لك يعني ضربة قادمة. في النقطة هذه ظهر لي ما زيادة أكيد تنشوف الأثار متاحة. نعم. لكن المتضرر الأول فيها هو المستهلك. ذاك علاش نرحبوا معنا برئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي الريحي. مرحبا بك معنا. شكرا استضافة. تحية للأخت جنات. مرحبا الخبيرة متاعنا واللي تبارك الله عليها ديما تفيدنا بالأرقام وتفيدنا بتحليلها العقلاني في خاصة في الاقتصاد. كيفاش استقبلتوا الواقع نتاع الزيادة الجديدة في الأسعار؟ كما توصل كل الزيادة الجديدة هذه عندها تداعيات خطيرة، تداعيات كبيرة على سلم الأسعار، على هيكلة الأسعار، خاطر ما ثماش أي منتوج ما يمشيش كان بالنقل، ما يمشيش كان في وسط الهيكلة نتاع المنتوج، بتلقى جانب منه هو الطاقة، جانب منه هو النقل، جانب منه هو في الزيادة هذه، وعلى هذاك 3%. نحن اللي خايفين كونه الزيادة باش تكون أكثر من 3% في القطاعات، ما تعرف التونسي لو كي تزيدوا 3% يزيد هو 6-7 باش ديما يبدا رابح، فهمتني؟ هنا المشكل كبير خاطر كان باش نلقاو التضخم ونلقاو زيادة في المنتوجات بأكثر من 3% تداعياته كبيرة تولي على هيكلة الأسعار، خاطر كل منتوج راهو يجبد منتوج آخر. ما ثماش راهو الخدمات ولا الانتاج ولا مزدي الخدمات الكل باش يتاثروا، خاطر مزدي الخدمات زاد كيف كيف بخلف النقل باش يمشي يشري
منتوجات الاخرين اللي هي زادت، باش يزيد هو باش يحافظ على التوازنات نتاعو، باش يحافظ على الاستقرار في المعاملات نتاعو، وهنا باش نلقاو انسياق كبير في الطلوع بالارتفاع في الاسعار. وهذا على ذلك نحن ديما نطالبوا بجمله من الاصلاحات مع الزياده. صحيح تو البرميل في العالم زاد، ماهوش معنا نحن، والغلطة صارت ما كما قالت الأخت، ما قدروش البرميل 75 تو 100 واش، هذه كله صار. لكن عطينا نحن توا عمليا كيفاش نحن باش نخفضوا الوطعة هذه اللي جات علينا، كيفاش باش نقصوا منها. يلزم حزمة من الإجراءات، يلزم نقصوا في فاتورة الماء، إعادة هيكلة فاتورة الماء، إعادة هيكلة فاتورة الضوء، إلى متى نقعد في سيستم ليبالي اللي هو نعتبره أنا ظالم؟ علاش؟ على خاطر البالي من قسط إلى آخر تبدا من 0 إلى 50 تكون بسعر، وكي تمشي ل 51 يجبد لك القسط الثاني من 0 إلى 100. هنا يلزم تحديد كل قسط وحده باش كل عائلة تعرف التوازنات نتاعها، وزاد في الكمية ماهوش معقول راهو الكمية اللي ناخذوا فيها نحن بعيدة كل البعد على الكمية الحقيقية اللي يستحق لها العائلة البسيطة، العائلة اللي ما عندهاش كليماتيزور. هذه يلزمها معادة ويلزم راهي الحديث طويل فيها. فاتورة الماء زاد كيف كيف من 0 ل 20 ما زادش، لكن من 20 ل 40 زيت، فهمتني؟ من 0 من 40 ل 70 زيت، لكن هذا الكل راهو من 0 ل 20 ماهيش للعائله التونسيه. العائله التونسيه نعرفوا نحن اللي حسب منظمه الصحه العالميه تستهلك، الفرد يستهلك 100 لتر يوميا، وبالتالي يمشي البالي نتاع 20 ل 40، وهنا اللي هو زاد عملية وزاد اكثر من 80%. هذا هرمزوا الخدمات البنكيه، وما ادراك بالخدمات البنكيه، والدكتوره تعرف انت الخدمات البنكيه وشنو هو الغبن اللي فيها وشنو ماهوش معقول. راه 9% كل عام قاعدين نزيدوا في الخدمات البنكيه، فبتني. وحاجه اخرى زاد كيف كيف ماهوش معقول في القروض الاستهلاكيه شطط الكبير، وهذا قالته دائره محكمه المحاسبات في تقرير 32 اللي ثم الاف اكثر من 36000 كان الرقم مازال في مخي نتاع القروض البنكيه اللي تحت اللي فيها شطط، في شطط كبير في الفائده نتاعها بالطبع، والفائده المديريه وغيرها. زاد كيف كيف ماهوش معقول توا، علاش قلنا حزمه من الاجراءات هذه باش تنقص؟ ماهوش معقول توا تجبرك سلعانة الصحه يجبرك الطبيب على اقتناء دواء تجاري معين تبقى الوصفه اللي يعطيها لك، ما يعطيكش الاسم العلمي باش تختار انت دواء الجنيس ودواء الغير جنيس. كيما توا زاد سامع معناتها بعض المربين يجبرك على حتى تبدا الماده تاريخ وجغرافيا، جاتنا نحن قوائم معناتها بهتنا فيها كيفاش تاريخ وجغرافيا يطلب زوز كراسات سبيرا اللي ب 25 كراسه. وعلاش هو العلم اللي باش يقراوه؟ لا وعلاش زوز؟ وعلاش سبيرا؟ وعلاش كراسه مش كراسه نمره 24 تكفي، وزوز كراس في ماده اخرى زوز كراس 72، اعطيني كراسه 24 وكراسه اخرى تتعب نعاود كراسه اخرى، فهمتني؟ في انتظار تفريق الكراس المدعم اللي نحن حاجياتنا في ال 40 مليون، ولكن باش يضخوا كان 20 مليون على فترات، ثم توا كان مليون. هذه الحزمه هذه الكل بتخفف راهي. استاذ للموضوع هذا نستقبل معنا، نستسمحكم باستقبال امين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي سي فوزي الخبوشي للحديث عن اضراب عام تم اقراره معناتها احتجاجا على الزياده هذه في اسعار المحروقات. مرحبا بك معنا الاستاذ فوزي الخبوشي معنا اليوم في الديبا لنقاش معناتها الزياده في اسعار المحروقات، معنا الاستاذه جنات بن عبد الله ومعنا المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك سي لطفي الرياحي. لو كان تحكي لنا ساعة الاضراب هذه اللي قررتوه نهار الاربعاء سي فوزي، معناتها في اي سياق؟ يعني اكيد احتجنا على الاسعار، لو كان تحكي لنا معناتها تفاصيل اكثر عن الاضراب هذا. الو تسمع فيا سي فوزي؟ الصوت مش واضح شويه، بربي شكون اللي راح؟ وانتي ايه؟ انت معانا في المباشر اليوم توا. مرحبا اختي غالي. وبيك عايش. لو كنت تحكي لنا على الاحتجاجات اللي على الاسعار.
والله هو بالنسبه لل مش احتجاج، هو اضراب. اضراب تمام. والاضراب المزمع هذايا كان مزمع يقوموا به في شهر بي، ولكن التسويف تاع السلطه انه على اساس اني مش تكون فما جلسه شهاده، تكون فما حلول للقطاع، لكن للاسف ما صارش حتى شيء. الموضوع الكل وما فيه اني اللي خلق الاحتقان زاد لدى المهنيين، زاد التصرفات نتاع عده اطراف السلطه، سواء كانت اعوان مراه سواء كانت اداره، خلقت الاحتقان. جت الفتره هذه نتاع زياده تاع المحروقات، زاد كذلك هي افاضت الكاس، مع العلم اللي احنا رانا رسلنا وزاره النقل اللي هي سابقا ما يقارب حتى عامين الكاس، يقول لها راهو العداد ما عادش يخلص، رانا نخدموا بالخساره، مش معقول باش نبقوا نتمادوا في الشيء هذاك. الحل في السلطه، مش الحل عندنا احنا. احنا المهنيين قال لك انا ما عادش قادر باش نخدم. يعني ردهم، الرد شنو كان سي فوزي؟ كيفاه؟ شنو كان التفاعل معناتها، كيفاش تفاعلت معاكم في المطالب السابقه؟ والله بالنسبه للتفاعل مازال تو ما ثمش حتى اي تفاعل مبدئي. المهنيين الكل متفاعله مع الاضراب، ربما ثم بعض القله اللي يخدموا في اجنده خاصه بهم هم المهني، امام القطاع المهنيين. بالنسبه للمهنيين كلها نسبه كبيره متجاوبه معنا ومتجاوبه مع الاضراب، ومش يكون الاضراب احنا ما نحبوش ان نتاعنا ولا الدوله نتاعنا باش توصل الشيء هذايا، ما نحبوش انه الازمه الاقتصاديه اللي دورها ازمه على ازمه، احنا ماذا بينا نخرج من الازمات. يعني انتم ان شاء الله تكون مدينه زاد كذلك، احنا مدينه جينا للتفاوض ان شاء الله. يعني انتم الحل حسب رايكم للتخفيف من وقت الاسعار هذه المرتفعه انه يتم الترفيع في التسعيره، هذا اللي تشوفوه؟ يعني ما عندنا حتى حل، احنا الاضراب راهو مش صغير، ما عندنا حتى حل باش الاضراب باش نوصلوا صوتنا. يعطيك الصحة، يعيشك، مرحبا بيك معنا. نعم، كما شفت يعني ريت هذه مثال يعني يدزوه توا باش تعمل اضراب توقف على واحد، راهو تكلفة لي هو، خاطر ماك تعرف اصحاب التاكسيات كلهم عندهم التزامات تجاه شركات يعني الايجار المالي وتجاه يعني البنوك، كيف كيف يعني قطع الغيار غالية، الطرقات مكسرة، يعني عنده الاسيرونس كيف كيف، يعني بالحق عندهم نفقات وعندهم مصاريف رهيبة راهم. واليوم راني انا مانيش مع الترفيع يعني، خاطر انا بدي مستهلكه فهمت، ولكن ما خلاولهمش هامش التحرك، وبالتالي الحل الوحيد علاش قلت انا قبليك الدوله هي قاعده تشعل في النار، يعني الحكومه قاعده هي والتي هي مصدر التضخم في البلاد، احببنا ام كرهنا، يعني الدوله هي مصدر التضخم. به كي الدوله مصدر التضخم كما قال سي لطفي، على الاقل تعمل حزمه من الاجراءات على التخفيف من وطأة الارتفاع الأسعار، ولكن في المقابل ثم كان الصمت. علاش قلت أنا أرفض المقاربة المالية البحتة لميزانية الدولة وسحب الدور الاجتماعي والاقتصادي يعني والتنموي عن الدولة؟ إذا كانت الدولة مش تولي، ميزانية الدولة مش تولي هي وعاء لجمع الضرائب وتسديد يعني القروض الخارجية وصرف الأجور، ما حشناش بها وقتاش نعملوا بها وزارة المالية؟ شو العبقرية اللي باش تعملها لنا يعني في الأخير؟ وأكثر من هذا، يعني كي تولي سياسة الدولة التربية معناتها همها الوحيد تربية الدائنين الخارجيين على حساب يعني مش همها الوحيد، هي جات بأجندة، هما أصلا جاوا لأنهم تعهدوا بي يعني الانخراط في هذايا، لأنه اليوم أنا تقول لي تحافظ على الدولة التونسية يعني تعهدت في وقت من الأوقات ويعني الحكومة لازمها تضمن ولا الدولة تضمن استمرارية الدولة، أنا معاه، أما أنت كحكومة جيت جديدة ما وغير شروط التفاوض، علاش مكبرين لك يديك أنت، مسكرين لك فمك، مغمضين لك عينيك، يا دولة يا حكومة عاود شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أخي عندك خبراء ولا ما عندكش؟ أخي أنت إذا كان حقيقة الأجندة متاعك هي أجندة الشعب التونسي وتحب يعني توفر له الحد الادنى من الرفاه،
ايه هذاك ما يطلبش منك ضربين على الطاوله، ما يطلبش منك كونك تعاود شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي ونحاول نحافظ على استمراريه الدوله. انا ما نقطعش مع صندوق النقد الدولي، اما يا سيدي راني انا عندي شعب، عندي مسؤوليه، عندي امانه وطنيه وتاريخيه واخلاقيه تجاه الشعب نتاعي. علاش اخي انا جاي كحكومه باش نزيد نعصره، باش نزيد نقتلو، باش نزيد نخنقو؟ ريتا والتاكسيات يعني عباره على واحد خنقته. شو تحبوا يعملوا التاكسي؟ شو تحبوا يعملوا؟ راهو عفوا على الاستفسار معاك، راهو عندنا كما قالت الاخت نجات، عندنا حلول منطقيه تنجم تعملها. نحن الهيكله نتاع الاقتصاد نتاعنا ما فيهوش الاقتصاد الاجتماعي التضامن، وهناك ندخلوا اقتصاد اجتماعي تضامني يخفف من الوطأة هذه في جميع الميادين، ونحيو ليزانترميدير الوسطاء اللي موجود في كل قطاع وتعددهم والكثرة نتاعهم يخلي الأسعار قاعدة تطلع بصفة رهيبة. على هذاك نحن يلزمنا نمشيو على كيما قلت الحزمة من الإجراءات باش تخفف. أنت ما تتحكمش في الصندوق في البرميل العالمي، ما تتحكمش معناتها ما عندكش مجال للتفاوض فيه، ثم ضغط كبير من برا، لكن ثم زاد كيف يعني. كيف عندك انت هامش هنا تضغط على اقصى هامش الربح اللي موجود، ماهوش معقول تخليها كيكة مثلا، فهمتني؟ هيكله الاسعار لازم تتحكم فيها. وهنا وتاكيدا اللي قالته الاخت جنات، راك تشوف انت نسبه التضخم في المواد المؤطرة تلقاها 0.1، وفي المواد الغير مؤطرة 2.2 14.1 الحرة. هنا الفارق، فبدي كي تشوف هنا الفارق تفهم اللي يلزمك وجوبا عليك الآن باش تكمل توسع في القائمة نتاع المواد المؤطرة باش تنجم تمص الارتفاع الكبير هذاك. راهو كان ماشيين في حاجتين، اما نمشيو الاقتصاد الريع ونسكروا الباب ونقولوا راهو هذيك وباش ما عادش، مش ضغط، مش تاكسيات، مش الواحد، جميع الناس الكل باش معناتها ما عادش. طيب انت صراحه راهو نقولوها وماناش نهولوا في الواحد، راهو التونسي الطبقه الوسطى تنحات، والاستاذه جنات عندها ستاتستيك وعندها دوني للطبقه الوسطى معناتها مشيت اكثر من 50 اندثرت، لكن مع هذا الفقر طلع طبعا. ومناش باش نعاودوا الارقام الناس الكل ترفعها تعرفها، لكن يلزمنا نخفضوا ونقربوا، فهمتني؟ في الواحد انت عندك مورد رزق قاعد تستقات منه تصور فيه مليون، لكن قاعد تدفع في مليون ونص زوج، منين تجيب الفارق هذاك؟ والناس الكل قاعده تشوف. انا عندي مثل، مشيت عندها فتره عندي انا وصاحبي يخدم في مهنه حره باش ما ندخلوش في المهن، دخلنا للسوق نشري ولقينا وقت الاسعار غاليه، كلم الصانع نتاعو ولا كلم البيرو نتاعو قال لي غلي في الخدمات نتاعو باش ينجم يجيبها المصروف اللي قاعد يدفع فيه. وهذا راهو يمشي على جميع القطاعات، ميكانيسيا في دوام، ميكانيسيا والطبيب والخدمات الكل، باش يجيب المصاريف هذيك باش يرفع في الاسعار. وهذا يلزمنا معناتها نعملوا اليات باش كل اي قطاع يكون سوام عقلانيه. راهي نشوفوا في انت بيدك ونحن ومدام جنات والناس الكل نعرفوا كي تمشي انت المساحات الكبرى ولا تمشي لاي مزدي خدمات تقول واحد باش يقلع سنته ولا تسومها اكثر اقل حاجه معناتها. هذا هو تشوف كل سنين طايحين، علاش؟ لانه عاجز باش يمشي يصلحها وعندهم السكر والسكر يطيح حلال. تو هنا في يعطيك الصحه مثلا، عطيت انت مثال الدواء كيفاش انت باش تحارب النقص في الدواء الموجود وقت اللي انت تجبر المريض على اقتناء دواء معين تجبره، والدواء هذاك فهمتني باش يمشي يقول للطبيب يقول له ما عنديش، يرجع هو للطبيب يقول له فماش الدواء هذاك، ويقعد يجري في جرته الدواء هذاك ما لقاهوش. علاش ما نعملوش اسم علمي اللي فيه اربع خمسه انواع باش الناس يلقى على قد جيبه يلقى السوم اللي نجم يمشي معاه؟ مع العلم الكلام حامي روح بالقانون ترجع على ارخص دواء جنيس،
موجود في السوق، لكن انت لا، انت تاخذ اغلى دواء يعطيه لك. ربما الموضوع هذا نتاع الدواء نرجعوا له ان شاء الله في مناسبات اخرى. هي راهي حزمه كبيره، يلزم الكل باش تنجم تخفف. منظومه كامله، هي منظومه كامله باش تخفف. نرجو معاك سيدة بالعودة على موضوع ارتفاع الاسعار المحروقات هذايا. تداعياتها خطيره كما قال سي لطفي، تداعياتها خطيره. وانا قلت انا كون الدوله اصبحت مصدر، يعني هي مصدر التضخم والاصرار على المقاربه هذه الماليه البحث لميزانيه الدوله، مش باش نخرج منها. علاش؟ لان دخلنا في الدوامه، يعني الدوامة التضخمية هذه كما قال، كون كل قطاع يجبد قطاع آخر يعني. ونقعد وندخل، راهي خطيرة جدا في المجال الاقتصادي. علاش؟ لأنه يصعب السيطرة على ارتفاع الأسعار وعلى احتواء الأسعار. ويخرج لنا سيدك وحافظ البنك المركزي، مش نقفوا غادي احنا، ريت الدوامة هذه لو رفعنا عن نسبة التضخم يعني 8.6% في شهر أوت سبتمبر باش تكون اكثر 9 واش فوالا. دونك السيد محافظ البنك المركزي اللي اليوم بشر التوانسه بين ظفرين، بشر قال لهم رانا تونس باش توقع عن قريب يعني اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض معاش يعني قرض ب 4 مليار دينار، قرض فيما بين يا اما 2 والا 4 مليار دولار، ما عادش على 4 سنين، تولوا 3 سنين. إذا بتوقيع الاتفاق بين الحكومة والمنظمة الشاغلة يوم 15 سبتمبر 2022 على اتفاق زيادة في الأسعار في الأجور بقداش؟ 3.5%. وعندك نسبة التضخم مرشحة باش تولي 9.10%. هل يمكن الحديث عن زيادة؟ إذا أعتبر أنا كونه هذا الاتفاق عنده بعد سياسي وبعد يرتبط بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أكثر منه، يعني أكثر منه حل اجتماعي وإلا حل يعني كيف يعني اقتصادي من أجل كونه الاستقرار الاجتماعي هو يضمن نسبيا الاستقرار يعني الاقتصادي. إذا الهاجس ما كانش يعني لا جيب المواطن ولا المقدرة الشرائية متاع المواطن، هو امتصاص غضب، وهو يعني إشارة لأنه طالما أنه جات المصادقة ووكالة الترقيم فيتش خرجت تقرير يوم 15 يعني سبتمبر 2022 يوم التوقيع على الاتفاق الزيادة، قالت كونه بفضل هذا الاتفاق تكون يعني تونس قد أزالت كل العقبات أمام يعني سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بما يعني يكشف كونه هناك اتفاق بين الطرفين يعني التونسي وصندوق النقد الدولي على هذه الزيادة. وخطر أعتبره كونه عدم موافقة اتحاد الشغل على البرنامج الإصلاحات الهيكلية هو عقبة أمام أكيد. التوقيع يعني الاتفاق ريت بشكش كهية مرتبطة بعضها كل على كل يعني الكل احسن اكل ما عادش بالقديد تو ما عادش ولا مش قديد حتى زيت الزيتون ما عادش تلقاه يعني ولا. على كل اذا يعني اليوم الاتفاق هذايا والحصول على قرض والتزامن، الخطر قلت لك انا ريت نهار الخميس وقع الاتفاق، نهار السبت وقع الترفيع في الاسعار. راهو يا صندوق رانا وكان عبرت يعني هو تعبير هي رساله كونه احنا منضبطين بقطع النظر عن احنا نحكيو على التداعيات. اخي الحكومه يخفى عليها تداعيات هذه سي لطفي. جلية قدام الناس كل ماهيش تداعيات، ماهيش مطراش ولا تعبير معروف، ونعرفوا التونسي قداش يصور ونعرفوا ورغم ذلك أقدم تعريف. هي أنا تو جبت يعني محافظ البنك المركزي تو بعد يعني ارتفاع نسبة التضخم باش يخرج علينا محافظ البنك المركزي اللي ما عملش يعني اجتماع مجلس الإدارة نتاعو منذ يوم 10 جوان الماضي لليوم، يعني ما عملوش، ووقع تعيين يعني تعويض زوز عناصر اخرين من في المكتب يعني مجلس الاداره نتاعو، باش يخرج علينا محافظ البنك المركزي وسيعلن عن
الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. وسي لطفي مشكور يعني في البداية جبد على أهمية يعني نسبة الفائدة يعني البنكية والترفيع فيها، هو بيدو يولي مصدر نتاع تضخم. إذا اليوم إذا كانت يا دولة ويا سلطة نقدية وليتوا أنتم مصدر التضخم، شكون مش يحميني أنا كمواطن؟ صحيح كلامك، وهنا نداء للسيد محافظ البنك المركزي التونسي اللي راك بتزيد في الفائده المديريه، زيد على القروض الجديده ما تزيدش على القروض القديمه، خاطر انا مبرمج حياتي على القرض هذاك باش ندفع سوم معين في قرض هذاك. هو كقرار سي لطفي يجب ياخذه بالضبط، ولكن شو يقول لك؟ يقول لك القروض يعني اللي تم يعني منحها الناس مصحة على نسبة يعني فايدة غير قارة. صحيح مصحة نسبة فايدة، أما تو نظر التضخم يلزم، أما نظر التضخم اللي موجود ونظر عدم قدرته، وتعرف أنت رأي ثم حاجة في القانون يجي القوة القاهرة. كي تبدأ أنا ما عنديش جات قوة قاهرة في التضخم كبير، ما نجمش نفيه بالالتزامات بتاعي، فأقل حاجة توقفني تبدي بتعاوني في الفائده المديريه هذيك توقفها على القديم وفي الجديد نحكي. انا اشكرك ونستاذنك رجاء، حليت لي قوس باش نعمل ملاحظه. ريت المنطق شي يقول، منطق يقول هذا يعني السلطات موجوده سواء سلطه تنفيذيه والا سلطه نقديه موجوده من اجل خدمه الشعب المواطن. ولكن سيد الكريم، برنامج الإصلاحات الهيكلية جاي لخدمة رأس المال وليس لخدمة المواطن. الفكر الليبرالي يقوم على خدمة رأس المال بقطع النظر عن الكوارث اللي باش تحل بالمواطن. المنطق متاع السياسة النقدية تعمل على أساس حماية وضمان الربح الأكبر لرأس المال. اليوم كيف يجيك يعني قانون استقلالية البنك المركزي ويمنع عن البنك المركزي التمويل المباشر لميزانية الدولة بصفر فائدة وأعطاء المهمة هذه للبنوك باش تقرض بتسعة وعشرة واثناش في المئة، يا أخي يقول القايل سي قانون استقلالية البنك المركزي هذا جاي من صلب الدولة التونسية وإلا جاي من برا؟ لأنه إذا كان جاي من صلب الدولة التونسية راهو يخمم في ميزانية الدولة. علاش؟ لأنه أنت يا ميزانيك مش تقترض من عند البنوك بنسبة فائدة بتسعة وإلا بعشرة، يا أخي ماهيش أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة؟ مش على ميزانية الدولة برك، احنا سمحني باش نحل القوس. نعم الدولة خذيت من عند البنك وتسلفت، نعم، والبنك ما خلصت الموظف كان اخر شهر، اي لكن هو تاريخ الفاعليه بتاع القرض نتاعو قبل باربع ايام بخمس ايام. صحيح، معناتها خذيت العشره والواحد وزدت خذيت فايده على كل تخرجوا في الروج هذاك على الواحد نتاعو 11 ولا 12 ما نعرفش. اذا زوز، اي تقول لي انت توا قوانين كيف من هذية تخدم راس المال، يعني انت جاي من اجل خدمه البنوك، من اجل خدمه راس المال والاقتصاد الريعي اللي تكلمت عليه انت، فهمت كيفاش؟ دونك ما هيش تخدم في المواطن. اذا المنطق اللي قالوا سي لطفي كونك اذا كانت تحب تشرف انت بالنسبه للفائده المديريه وتاخذ بعين الاعتبار يعني الناس هذوما، المنطق يقول هذا، ولكن هو جاي باجنده الخلفيه نتاعها والاسس نتاعها هو خدمه راس المال. انت احنا نقول هو يعرف راه محافظ البنك المركزي ولد الكومبوس وعمل اقتصاد كيفي كيفو، فهمت؟ يعرف كونه كي ترفع في نسبه الفائده بتضرب الاستثمار. يقول لك احنا ما عندناش استثمار، اي ما عندكش استثمار، حتى ولو ما عندكش استثمار باش تشجع انت ثم تو واحد يعني باش يعمل مشروع يقدم على قرض ما يجمش، والبنوك اللي تعطي قروض بتاع شنو؟ بتاع السيارات سي علاش بتاع السيارات؟ علاش بتاع السيارات؟ لأن الاقتصاد الريعي هذايا الأربع عائلات اللي تحكم اللي هي في البنوك وقاعدة تورط في السيارات، ريت تنمي لها في الثروة متاعها على حساب
المواطن. إذا المنطق اللي تكلمت به أنت تقول نعم نداء لمحافظ البنك المركزي، محافظ البنك المركزي ماهوش لشخصك يعني، أنا نقول كونه ما يسمعش الأصوات هذه لأنها ما هيش في جاية من أجل حماية رأس المال، هو جاي موجود من أجل مزيد إثراء رأس المال الموجود اللي متغلغل واللي مسيطر. وانت يعني تموت ما تقريش ولدك يطردوك من دارك خاطر ما خلصتش الكري، يعني كيف كيف يدخلوك للحبس لانك عملت صك بدون رصيد، اللي انت حبيت تخلص العمل نتاعك ولا تجيب المواد الاوليه وما عندكش باش تخلص الكل. يا اخي يغيب عليهم هدايا ما يغيبش عليهم، ولكن سمحني الفكر يعني الليبرالي اللي جاء من اجل حمايه وضمان ثراء رأس المال. الحديث في المواضيع الاقتصادية موضوع يهزنا للآخر أكيد، والحديث معك منتحصرون، لكن ما نحبوش نخرجوا معناتها التشخيص والواقع معناتها ما لا يخفى على أحد. ما نحبوش نخرجوا اليوم من غير ما نعطوا معناتها رسالة. لا الأمل نعطيه رسالة، الحل سهل والأمل سهل، فهمتني؟ علاش؟ الخدمة مع بعضنا، الناس كلها نخدموا مع بعضنا ونجموا الحل في الاقتصاد الاجتماعي التضامن. ونحن كمنظمة وسير شد المستهلك مع الاتحاد التونسي لتعاطي الاستهلاك عملنا مثال للاقتصاد الاجتماعي التضامن، وعملنا تعاضدية استهلاك، وعملنا الاتحاد التونسي تعاضدية استهلاك، وبالتالي خفضنا في الأسعار مقارنة بالفضاء العام من 15% إلى 20%. أستاذ توافق الرأي ولا؟ لا أنا مع الوحدة هذه، ولكن سيد الكريم أنا مشيت وتمتعت مرة واحدة بالخدمات يعني وجودة المنتوجات، كيف رجعت مرة أخرى لقيت الزبالة. أنت علاش تحكي؟ أنا نحكي على نقاط البيع هذية متاع المنتج المستهلك التعاضديات. نحن عندنا ثلاثة نقاط من المنتج المستهلك بكل أسف يعني بالحق ما نحبش تذكر. أنا مشيت واستمتعت بجودة المنتوجات في مرة واحدة، رجعت على أساسها مرة ثانية نلقى الزبالة. أنت تحكي على الخضرة والغلة حتى اللحم؟ لا نحن نبيع على خضرة والغلة واللحم. نحن عندنا عطارة تعاضدية استهلاك، ما دخلنا لا في الخضرة لا في اللحم لا في الواحد، المنتوجات الكل الماء والمصبرات وغيره، الفولي هذاك بلاتفورم مازلنا ما حضرناهاش. انت تحكي على منتج مستهلك، نحكي على نقاط البيع هذيك اللي احنا رحبنا بها اللي عملتها الدولة في وقت معين. لا نحن عندنا نقاط بيع قارة في ثلاثة نقاط، في بارد وفي دوار هيشر وفي حديقة منزه، وهذه بعيدة كل البعد عن النقاط اللي مشيت لها أنت. هذو ثلاثة نقاط هذو خفضنا خاطر ناخذهم عند المنتج، الاتحاد التونسي التعاضدي للاستهلاك ياخذهم عند المنتج ويعطي للتعاضدية ينحي الهامش الربح نتاعو هو ما ياخذوش ويمتع به المستهلك. سهلة ياسر، على خاطر حافظنا على النسق نتاع تجارة التوزيع اللي هو منتج وتاجر جملة وتاجر تفصيل، فهمتني؟ وهنا النقاط اللي صارت قبل واللي نتاع من المنتج المستهلك بعيدة كل البعد على الاقتصاد الاجتماعي التضامن، هذيك صارت في وقت ظرفي في منهج معين، فهمتني؟ ما وفاتش بالهدف اللي قاعده مسيطره عليه. نحن مازلنا ما دخلناش في الخضره والغله واللحم، خاطر يلزمنا بلاتفورم كي ندخل في الخضره واللحم باش تلقى اقل ب 50% من اللي موجود في السوق. كان مازال عندنا فلاحه ومازال عندنا انتاج فلاحي ومازال عندنا كان مازال على كل أصيبة. بالنسبه للحلول يعني وصلنا تو وصلنا بركه مش نلخص معاك، لو كنت لخصنا نقطه واحده اليوم المعادله معناتها صعبة أو مستحيلة، معناتها معادلة إنك تشد الاتفاق تحافظ على تعهداتك مع الأطراف الخارجية وفي نفس الوقت تعمل معناتها على الحلول تخلق تخدم تخدم المواطن يعني أكيد. ليس مع هذه الحكومة بكل أسف، ليس مع هذه الحكومة ما عندهاش فريق تفاوضي، عندنا محافظ بنك مركزي يعني متشبث بالرؤية متاع صندوق النقد الدولي. يعني أنا كنت أتمنى كون يكون عندنا محافظ بنك مركزي بالحق يمارس الكفاءة متاعه في المجال الاقتصادي ويغلب الجانب يعني النمو الاقتصادي على الجانب المالي، لأنه هوني راهو ثم تحكيم، راهو هوني في المسألة في السياسة النقدية ثم تحكيم، يا إما تعمل تحكيم لفايدة النمو الاقتصادي ولا لفايدة التضخم.
اليوم سيد محافظ البنك المركزي أخذ نفس يعني السلوك وهو نفس التحرك اللي أخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكأنه يعني الاقتصاد التونسي يعني كيف الاقتصاد يعني الأمريكي. الأمريكان اليوم يعني. نعم الأمريكان اليوم حسموا وقالوا احنا رانا اليوم باش نضحيوا بالنمو الاقتصادي وباش نبجلوا يعني التضخم واحتواء التضخم من خلال السياسة النقدية يعني الترفيع في نسبة الفايدة. وهوني راهو الأمريكان خبيث، راهو تعرف كيف يرفعوا هما في نسبة الفايدة للمديرية، ايش عملوا؟ رفعوا في قيمة الدينار قيمة الدولار. وكان ريتوشي يعني هيك الضربة اللي كلاها الأورو، الضربة اللي كلاها الأورو على خاطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع في نسبة الفايدة ولا ثم إقبال على الدولار على حساب الأورو، والناس اللي كانت شارية الأورو باعت الأورو ومشيت شريت يعني الدولار الأمريكي، لأنهم هما يضربوا عصفورين بحجرة. صحيح يحتويوا التضخم ويخليه الإقبال ويقعد الدولار هو مهيم، نحن في تونس عندك عملة محلية ما إيش موجودة تتبنى يعني ونعب تعمل نفس التحكيم، يعني تقول أنا اليوم مش نضحي بالنمو الاقتصادي والتشغيل وخلق الثروة من أجل احتواء التضخم. سيد الكريم السياسة هذه تبع أنت من 2016 إلى اليوم شو جابتك؟ جابت لنا كان الدمار. إذا كان تحب يعني حلول، راه كيف ما قال سي لطفي، راه ما ثماش مستحيل في الاقتصاد، البدائل موجودة، ولكن صحيح عندك تعهدات، ولكن أنت قدرتك قدامك في السلطة السكو يلزمك تخلق لنفسك هامش تحرك، مش خاطر ما عندكش هامش تحرك تقعد واقف. لا يلزمك اخي، انتم حسيتوا مع الحكومه هذه كونها عندها تواصل؟ عيطتك مره الحكومه سي لطفي، سمعتك مره قالت لك بالله سي لطفي اجا عاوننا. اذا انا كنت ذكرت سي لطفي لانه هو بحذانا، ولكن يعني ابني علي، يعني انت وعديد المنظمات الاخرى الموجوده واللي تحمل الهاجس نتاع الاقتصاد التونسي هي فهمت يعني، ولكن ما ثماش اليوم ما عنيش بركه ازمه حلول بعجاله. اليوم ظهر لي الحكومة هذه عندها زادة أزمة شفافية، ما فهميش بركة أزمة حلول. هي ما هي الشفافية هي، لأن هي بيدها الرؤية عندها ضبابية، ما عندهاش رؤية مسابلمان، دونك تقول لك ما نتكلمش خيخ. كان جت عندها رؤية وشفافة راهي تخرج وتعيط للعباد وتحكي معاهم، رانا ننتمي نفس الدولة، رانا في نفس المركب، راهو المركب غرق بكل أسف وقولها لأول مرة، غرقنا رانا غرقنا. إذا على الأقل غرقنا، إذا كان يقول لك أنا غرقنا هو مش ما يعترفش بهذي. دوك ما نتكلموش على نفس الأرضية اليوم. يعني نتكلم في الخميس يعني منظمة كيف من هذه. أنا نحيي سي لطفي على المثابرة متاعه وعلى صبره، لأنه أشياء كيف من هكاية، لأنه الناس قاعدة تتحرك. على الأقل نلقى أمام التحرك هذايا نلقى احتراف. اسمعني على الاقل وحسسني كوني انا قاعد نتحرك في منطقه حيه. تحس الحكومه فما صديل للتحركات في منطقه ميته. انا تو اعلاميه ومختصه، حتى كي نتكلم يعني نكسر راسي على الحيط ونقطع شعري ونقعد في داري، فهمت؟ اما يعني منظمه ومنظمات والكل نهار كامل هما قاعدين يحكيوا في المنابر، وحتى حد ما يسمعها في الاخير شكون الخاسر؟ حتى الحكومه راهي خاسره. صحيح هي توا موجوده في السلطه، ولكن التاريخ لن يرحمها. نشكر حضورك معنا الأستاذة جنيت بن عبد الله، مرحبا بك معنا سي لطفي الرياحي. متابعي وانتين هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتلقاو معاكم من جديد غدوه وحتى لنهار الجمعه في نفس الموعد مع زميلتي زينه. نستنوا تفاعلاتكم وملاحظاتكم على صفحتنا، ونقول لكم بسلامة إلى لقاء جديد إن شاء الله.